بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الرسول الأمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنبتدي رحلة جديدة مع كورس جديد من كورسات الويب ديفلوبمنت، والكورس دوت هيبتدي إن شاء الله على البي اتش بي. تعال نراجع الخطة بتاعتنا اللي إحنا كنا ماشيين عليها من فترة. كنا بدأنا وقلنا عاوزين نعمل كورس يكون مميز في الويب ديفلوبمنت، تمام كده؟ وقلنا الكورس دوت هيبدأ بال HTML، وخدنا ال HTML 5 تمام كده، وبعد كده دخلنا في ال CSS 3 اللي هي الكاسكادنج ستايل شيت اللي هي لغة التنسيق، وبعد كده دخلنا في الجافا سكريبت اللي هي اللغة اللي بتضيف لك تفاعلية على عناصر الويب، وبعد كده خدنا الجي كويري وهو عبارة عن فريم ورك معمول بالجافا سكريبت والجي كويري يوزر انترفيس، وبعد كده دخلنا في البوت ستراب، وقلنا البوت ستراب عباره عن فريم ورك كبير بيجمع ما بين اتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت، بحيث ان هو يسهل لك الشغل بتاعك من حيث التنسيق، من حيث التجميع، من حيث التشكيل كويس، من حيث الاستابيليتي دي والاكسسبيليتي بتاعه صفحات الويب. وبعد كده دلوقتي احنا في المرحله اللي هناخد فيها اللغات اللي هي الدايناميك. اللي فات ده كله لحد البوت ستراب اللي هو ده كان عباره عن فرونت اند. يعني ايه فرونت اند؟ يعني الحاجه اللي بتظهر للمستخدم، اللي هي شكل الصفحه، شكل عناصر الصفحه، تنسيق الصفحه، تنسيق عناصر الصفحه، البيانات بتظهر ازاي، وهكذا. ده كله عباره عن فرونت اند. اللي هيجي بعد كده احنا بنسميه الباك اند، والباك اند بيعتمد على الحاجات اللي هتشتغل على السيرفر نفسه، وهناخد فيها لغه البي اتش بي، وهناخد فيها الماي سيكوال، وهناخد فيها الورد ايه؟ الورد بريس. يبقى الثلاثه دول هنجمعهم مع بعضهم ان شاء الله في كورس واحد، وكل يوم هناخد فيه مجموعه من الدروس، تمام كده، بحيث ان احنا نقدر نخلصه في فتره قريبه باذن الله تعالى. يبقى احنا دلوقتي عايزين نركز في الباك اند على البي اتش بي، وعايزين نركز على الماي سيكوال، وعايزين نركز على الورد بريس. الورد بريس عباره عن كونتنت مانجمنت سيستم، ما فيهوش اي حاجه، بس ان انت تعرف استخدامه وتعرف شغله ماشي ازاي. وبالنسبه للبي اتش بي والماي سيكوال، الاثنين بيتعاونوا مع بعضهم عشان يعملوا لك الديناميك. الديناميك اللي هو ان انت شغلك كله بيكون على سيرفر مربي في داتابيز، والداتابيز ديت هي اللي بتخزن فيها الداتا بتاعتك، بتاخد الداتا بتاعتك دي وترميها فين؟ في الصفحه بتاعتك، او تاخد من المستخدم وتحطه في داتا ايه؟ في الداتابيز. تعال ندردش شويه كده في لغه البي اتش بي، وتعال نطلع المايكروسوفت وايت بورد اهو، وتعال نعمل وايت بورد جديد تمام، ونكتب فيه اللي احنا عاوزينه. ايه هو اللي احنا عاوزينه دلوقتي؟ لغه البي اتش بي عباره عن اسمها يعني الهايبر تكست بروسيسور، ايه بروسيسور لانجوج. يبقى لغه البي اتش بي، البي اتش بي احنا بنسميها هايبر تكست بروسيسور لانجوج، وهي عباره عن ايه؟ سكريبت، وهي عباره عن لغه سكريبتات. يعني انت بتكتب سكريبت بي اتش بي، تمام كده؟ تمام. طيب السكريبت ده بيشتغل فين؟ بيشتغل على السيرفر، يعني بيشتغل على سيرفر. يبقى انت بتعمل سكريبت بي اتش بي على سيرفر. طيب السيرفر ده هيكون فين؟ السيرفر ده انت ممكن تعمل سيرفر محلي عندك، لوكال سيرفر، لوكال سيرفر، وممكن تاخد استضافه، تمام كده، استضافه. والاستضافه هي عباره عن ايه؟ سيرفر. هي عباره عن ايه؟ سيرفر بالنسبه لك انت. خلاص بقى بيبقى عليها لغه البي اتش بي، او بتنفذ لغه البي اتش بي، سيرفر نفسه هو اللي بيعملها كده، وكمان بيعمل لك الداتا ايه؟ الداتا بيز. يبقى انت علشان تجرب على جهازك بتاخد ايه؟ بتعمل انت سيرفر ايه؟ محلي، لوكال ايه؟ سيرفر. وعلشان يعني فعلا الشغل ده يبقى حقيقي، بتحط انت فعلا على استضافه ايه؟ حقيقيه. استضافه ايه؟ حقيقيه، بيبقى فيها سيرفر، فيها ايه؟ الداتا بيز. دي اول حاجه، تمام كده. لما بنتكلم عن البي اتش بي، البي اتش بي عباره عن الباك اند، يعني لغه سيرفر باك اند. طبعا هي مش هي الوحيده، لكن هي بتشتغل على السيرفر، وهي بتشتغل على السيرفر بشكل قوي، تمام كده. تمام. طيب تعال نخش كده في نظريه كده، والنظريه ديت هتكون كده كالاتي. تخيل ان انت ايه؟ قاعد على جهاز الكمبيوتر بتاعك. ان انت مين؟ المستخدم. يبقى انت فين؟ المستخدم، عشان تفهم برضه الفكره ماشيه ازاي. المستخدم ده عنده متصفح على الجهاز بتاعه، متصفح ماشي. المستخدم ده طلب موقع، طلب ايه؟ موقع، تمام. كلمة ان هو طلب ده موقع، ده احنا بنسميها ان هو عمل ريكويست. عمل ايه؟ ريكويست. يبقى طلب موقع هنا، طلب موقع معناها ان هي اسمها ايه؟ ريكويست. ريكويست
اوكي، يبقى هو طلب موقع ريكوست. تمام كده، الريكوست ده رايح لمين؟ رايح للسيرفر، رايح لخادم، ايا كان مكان الخادم ده، فين خادم سيرفر. ممكن يكون الموقع اللي طلب المستخدم ده محض كده، هو عباره عن موقع ايه؟ موقع ستاتيك. موقع ايه؟ ستاتيك، يعني ما فيهوش اي نوع من الديناميك، يعني عباره عن ايه؟ نصوص بس. موقع ايه؟ ستاتيك. ستاتيك مش كده؟ والموقع ده معمول بال HTML مثلا، يعني هو اصلا عباره عن HTML بس فقط، لا سائل. HTML. يبقى دلوقتي المستخدم عمل طلب لموقع، الموقع دوت ماشي موجود على سيرفر، السيرفر دوت بيبص بيشوف هل الموقع ده ستاتيك فقط ليس الا ولا موقع دايناميك. اذا كان موقع ستاتيك يبقى هو عباره عن اتش تي ام ال، يعني ما فيش اتش بي اتش بي، ما فيش لغه، ما فيش لغه دايناميكيه شغاله. نو بي اتش بي، ما فيش لغه دايناميكيه شغاله. ففي الحاله دي بيروح مطلع له الكونتنت على طول، الصفحات بتاعت المحتوى بتاع المحتوى بتاع الموقع، محتوى الموقع، بيطلع له محتوى الموقع. تمام كده، وبعد كده بيرده له في صوره اتش تي ام ال كونتنت على طول، اتش تي ام ال كونتنت. كونتنت حلو، خلاص كده. طالما وصل ان هو عباره عن اتش تي ام ال كونتنت، بيروح رد فين؟ للمتصفح عندك. بيروح لمين؟ للمستخدم. اوكي طيب، يبقى دي الحاله الاولانيه. يبقى الحاله الاولانيه ان انت مثلا بتطلب موقع معين، الموقع دوت انت تعمل له ريكوست من السيرفر. اللي بيحصل دلوقتي ان الموقع دوت السيرفر بيبص يشوف الموقع اذا كان اتش تي ام ال، بيرده لك على طول لمين؟ للمتصفح بتاعك، وانتهت القصه على كده. طيب لو هو عباره عن موقع مكتوب بلغه ديناميك زي البي اتش بي، يعني دي صفحات بي اتش بي، بي اتش بي يعني دي موقع ايه؟ ديناميك، صفحه ديناميك، صفحه ديناميك، ديناميك. لو كان هو عباره عن صفحه ديناميك، في الحاله دي بيفك الصفحه دي. يعني ايه بيفكها؟ بيحول، بيعمل معالجه للبيانات اللي هي جايه بالبي اتش بي. يبقى بيعالج، حط كده مربع، معالجه بيانات. تمام كده، وكمان بيروح محولها ليه؟ لبي اتش بي ال اتش تي ام ال، وبعد كده بيبني ال اتش تي ام ال، ال اتش تي تمام. اوكي، وبعد كده بترجعها للصفحه، يرجعها للصفحه، للمتصفح، خلينا المتصفح. يبقى تاني، اذا كانت الصفحه دايناميك بيروح بيعالج البيانات اللي فيها، اذا كانت فيها داتابيز، فيها معادلات، في اي حاجه بيعالجها، يحولها ل HTML، وبعد كده يرجعها لمين؟ للمتصفح. لمين؟ للمتصفح. يبقى في حالتين عندك يا جماعه. يبقى في الحاله الاولانيه ان انت يكون عندك حاجه ستاتيك بالشكل ده، حاجه استاتيك، ودي ما فيهاش مشكله، هو بيحولها ل اتش تي ام ال على طول ويرميها، او حاجه دايناميك، حاجه ايه؟ دايناميك. وفي الحاله دي لازم يحول، يعمل بري بروسيسنج للحاجه الديناميك ديت، وبعد كده يحولها لبيانات، والبيانات ديت تبتدي تشتغل، تتحول ل اتش تي ام ال، وبعد كده ترجع لمين؟ للسيرفر. تمام كده، دي الفكره بتاعت مين؟ بتاعت البي اتش بي. طيب انا دلوقتي علشان اشتغل بي اتش بي، تمام كده، محتاج ايه؟ محتاج يعني انت دلوقتي علشان تشتغل بي اتش بي، عشان تطور وتعمل لك كود بي اتش بي، محتاج اول حاجه محرر. تمام كده، المحرر عندي اللي هو مين؟ دريم ويفر. ده دريم ويفر انا هشتغل عليه محرر، اللي هو دريم ايه؟ دريم ويفر. ودريم ويفر طبعا محرر معروف جدا جدا. يبقى كده انا حددت اول حاجه، دريم ويفر. اوكي، ده المحرر بتاعي اللي انا هشتغل عليه دلوقتي. تمام كده، ومحتاج سيرفر. سيرفر، وقلنا ممكن يكون السيرفر ده ايه؟ محلي. طب هجيب السيرفر المحلي ده منين؟ بروح داخل على جوجل، تمام، واخش على موقع اسمه الاكس الزامب او الاكس امب، ماشي كده، على حسب ما انت هتنطقها، ماشي كده، وانزل اخر اصدار لي، وانزل اخر اصدار لي، ماشي كده. الاصدار اللي هنا موجوده بيقول لك ان الاصدار بتاعتها البي اتش بي بتاعها عباره عن 7.4 من 10. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ هخش على الانترنت واكتب كلمه ايه؟ زامب. تمام كده، وادور على اخر اصدار نازله اللي هي اصدارات البي اتش بي 7.4 من 10، ماشي كده، واعملها ايه؟ داونلود. لو انت شغال على مين؟ على ويندوز. لو انت شغال على لينكس وماك، دي حاجه تانية طبعا. انت بتشوف الدوكيومنتيشن بتاعتها من هنا اهو، هيديك هو كافه الاصدارات، واحده للويندوز وواحده لللينوكس
واحده لمين؟ للماك. فانت بتشوف الاوبريتنج سيستم شغال عليه وتبتدي تنزل. انا دلوقتي شغال على مين؟ على الويندوز، ونزلت النسخه اللي هي بي اتش بي 7.4.10. تمام كده هينزل السيرفر محلها عندك. تمام تمام انا مش عارف حطيته فين. في البروم هنا حطيته هنا ماشي كده، وهبتدي افكه. تمام يبقى كده انا حصلت على نسخه السيرفر وهبتدي اشغلها. ده هيبقى عباره عن لوكال اي سيرفر، هيجي لك مثلا ويندوز يقول لك مش عارف ايه، يقول له شغال مفيش مشكله. اقول له نعم. وهيطلع معايا المعالج مكتوب بتنامي ماشي كده. اقول لك كونتينيو تو انستالشن، بس خلي بالك عشان الانتي فايروس ممكن يعمل لك مشاكل. اقول له ماشي موافق، مش عارف افسر ايه. اقول له اوكي، اقول له بعد كده نيكست. هيقول لك خلي بالك هو هينزل لك الاباتشي سيرفر، دي اول حاجه، وهينزل لك الداتابيز اللي اسمها الماي سيكوال، وهينزل لك كمان الفايل زيلا اف تي بي سيرفر، ومش عارف الميركوري ماي ايميل سيرفر والتوم كات، وهينزل لك البيرل، وهينزل لك البي اتش بي ماي ادمن، والويب لايزر دوت، والفيك مش عارف سند ميل. المهم اللي هيهمني ده كل الاباتشي سيرفر ماي سيكوال. تمام كده، وانا هشوف الفايل زيلا، هشوف له برنامج اصلا مخصص ليه وابتدي اشتغل عليه. وهيهمني كمان البي اتش بي ماي ادمن، علشان ادمن على مين؟ على داتابيز. هنا دي الحاجات اللي هو هينزلها السيرفر ده. اقول له نكست، هحطها في السي في حاجه اسمها الاكس ام. اقول له نكست، اللي هو عباره عن لغه انجليزيه مفيش مشكله، نيكست. وبعد كده مش عارف بقول لك خلي بالك لو انت عاوز معلومات زياده عن البيت ماري، مش عارف الاسمار ايه، ممكن تخش على الموقع ده. اقول له نيكست، سيبك من الموقع. اقول له نيكست، هيبتدي يعمل لي ايه؟ انستليشن. خليني مع انستليشن عشان في حته مهمه لازم تعرفها، وهي ان بيديك هنا يعني باسورد للادمن. فانا هخليني مع انستليشن شويه شويه. طبعا الانستليشن ده ممكن يطول او ما يطولش على حسب سرعه الجهاز اللي عندك انت. تمام، انا طبعا جهاز سرعته معقوله مش وحشه. فهستمر مع الانستليشن بتاعه. هو دلوقتي زي ما قلنا هينزل لك الاباتشي سيرفر، وهينزل لك البي اتش بي، وهينزل لك كمان الماي سيكوال، وهينزل لك البي اتش بي ماي. فانا هسيبه لحد ما يخلص ليه لحد الاخر. ممكن اوقف التسجيل شويه لحد ما يمشي معانا شويه. نكمل كده واخلص التسطيب. تمام كده، فبيقول لك انا دلوقتي هبدا لك حاجه اسمها الكنترول بانيل. هقول له فينش، هيبتدي الزامب او الاكس امب يشتغل هنا تحت اهو، وهيديني لوحه زي كده. تمام كده، بيقول لي دلوقتي انت عندك الاباتشي والماي سيكوال فايلزيلا الميركري التوم كات مش عارف ايه قصدك ولا، ابدا اضغط على ستارت في كل اتجاه عشان يبتدي يشغل لك السيرفيس دي كلها. انت مش محتاجها كلها، بس انا هشغلها كلها للاحتياط. طبعا السيرفيس اللي هتشتغل هتكون كلها شغاله بالشكل دوت. تمام كده، مديها لون اخضر يعني هي اشتغلت خلاص. ده انت ممكن تنزله تحت. تمام، وبعد كده بتكتب هنا كلمه ايه؟ لوكال هوست. لوكال هوست بالشكل ده. لما بتكتب انت لوكال هوست بيدخلك هو على الصفحه بتاعه اللوكال هوست عندك اهي. تمام كده، بيقول لك ان انت دلوقتي داخل على الاكس ام مش عارف فور ويندوز كذا. تمام كده، وبتقدر تشوف انت الحاجات اللي عندك. تعال نخش هنا برضو نشوف هنا الاكس ام. فبيقول لك هنا برضو الاكس ام اتش تي ام ال اتش دوكس اللي هو المكان اللي انت تحط فيه الصفحات بتاعتك. تمام كده، يعني انت لو عاوز تحط مثلا ويبات
ففي مجلد هنا اسمه الاتش اتش دوكيومنتس، اللي هو المجلد اللي انت ممكن تشتغل عليه. طب كده وفي عندك هنا حاجه اسمها بي اتش بي ماي ادمن، لو انت دخلت عليها هنا كتبت اللوكال هوست على بي اتش بي ماي ادمن، او كتبتها هنا في البحث بي اتش بي ماي ادمن لو كانتش موجودة هنا أظن هو ليها حاجة هنا. مش عارف كانت موجودة في الاكسبلور باين، هي موجودة هنا ده البي اتش بي ماي ادمن عندك. تمام، لو انا جيت هنا كتبت لوكال هوست اكيد في حته مدوره مش عارف، بس مش بعرف احط بين ابلكيشنز او البي اتش بي انفو اهي. تمام كده، هنا دي البي اتش بي انفو، البي اتش بي انفو بيقول لك دي النسخه بتاعت البي اتش بي اللي انت شغال عليها اللي هي 7 4 وكام و4 من 10 تاني في الداشبورد اللي هو عطاها لك اللي كانت فوق. تمام كده بي اتش بي انفو. تمام، طيب في كمان عندك في البتاع ده البي اتش بي، سوري البي اتش بي ماي ادمن اهي برضو دي الصفحه بتاعتها، وهيديك اللوكال هوست على بي اتش بي ماي ادمن. يعني انت كنت تكتب كده لوكال هوست بي اتش بي ماي ادمن، هيبتدي يديلك الصفحه بتاعت الداتا ايه الداتا بيس، بحيث ان انت تنشئ داتا بيس. يبقى كده انا نجحت ان انا اخلي عندي سيرفر محلي، سيرفر ايه؟ سيرفر محلي. تمام كده، تمام. اتاكدت ازاي؟ زي ما قلت لكم ان احنا بعد ما نزلنا الاكزامبل ونزلناه وشغلنا السيرفيس الموجوده اللي هي الاباتشي والماي سيكوال فالزيلا ميركن توم كات، ماشي كده، كتبت بي اتش بي لوكال هوست في المتصفح عندي لوكال هوست. تمام، جاب لي الداشبورد، ومن الداشبورد انا ممكن اخش على حاجات ايه مختلفه، من ضمنها البي اتش بي انفو والبي اتش بي ماي ادمن، واللي تهمني البي اتش بي ماي ادمن عشان اقدر اعمل ايه داتابيس. كده انا دلوقتي اصبح عندي سيرفر محلي وشغال عشان اقدر انفذ عليه الاكواد بتاعه البي اتش بي. طيب تعالى دلوقتي انا عاوز اربط المتصفح دوت بموقع البي اتش بي. اول حاجه بروح للاتش دي الاتش دي الاتش دي دوكيمنت الاتش تي دي دوكيمنت في الزامب هنا، ولو انا مش عارف مكانها فين بالظبط بكتب هنا ايه اهو الاتش الاكزامب اتش تي دوكيومنت فولدر، خلاص هو يفتح لي يفتح لي عليه. في المكان ده انا بعمل المجلد بتاعي اللي هو المجلد بتاع الموقع، وليكن مثلا بي اتش بي ليرن بي اتش بي ليرنينج اوكي اوكي خلاص كده وصلت لحد النقطه دي. تمام، باجي هنا في الدريم ويفر وبختار سايت واختار نيو سايت. تمام، فهتسميه السايت بتاعك ايه؟ بي اتش بي لير بي اتش بي لير. تمام، واخش جوه اللوكال فولدر اللي انا هحط فيه الملفات بتاعتي، اروح داخل اهو. تمام، وادور على السي اكزامب الاتش تي دي دوكيومنتس اهو، وبعد كده البي اتش بي ليرنينج اللي هو المجلد ايه المجلد بتاعي، اقول له سيلكت ايه سيلكت فولدر. تمام كده، واقول له سيف. تمام، وبعد كده انت حابب تكريت مثلا مجلدات تانية تعمل كليك يمين تختار نيو فولدر وتحط ايمجز ام جي. تمام، عاوز تكريت فولدر تاني لاي حاجه تانية وليكن جافا سكريبت تعمل نيو فولدر وتقول جي اس جافا سكريبت. عاوز تكريت فولدر تاني تعمل كليك يمين وتختار نيو فولدر وتقول له عندي كمان سي اس اس. تمام، لو انت عندك فايلز برضو كليك يمين نيو فولدر وتختار فايل. دي التركيبه اللي انا بشتغل عليها يعني في الغالب يعني مؤقتا دلوقتي. تمام، وبعد كده عاوز تعمل ملف بي اتش بي، بتيجي هنا في الفايل وتختار نيو بي اتش بي اي فايل. تمام، هتلاقي هنا ملف بي اتش بي اهو. تمام، فهو بيقول لك الملف بتاع البي اتش بي هتنزله. تمام كده، والبي اتش بي دوكيمنت لو انت عندك دوكيمنت طب اتش تي ام ال مش عارف الكلام ده كله هتقول له بي اتش بي كريت.
انا بديك رساله بيقول لك ان انت دلوقتي هتبقى شغال على سيرفر سايت، هتقول له بيقول لك عاوز تعمل تيستنج للسيرفر، اقول له يس. فبيقول لك ايه هو السيرفر اللي عندك، هتقول له اد نيو سيرفر، طبعا طبعا هو بيتكلم على السيرفر اللي هو المفروض ان انت بترفع عليه. تمام، السيرفر مو بي اتش بي ماي سيكوال. هتدي له اسم السيرفر، بس السيرفر هنا عبارة عن لوكال. السيرفر فولدر بيقول لك ايه هو السيرفر فولدر اللي عندك. ده السيرفر فولدر، تمام. فبيقول لك الويب روت او الويب يو ار ال اللي عندك هيبقى عباره عن لوكال هوست. لوكال هوست، تمام، واقول له سيف. واقول له سيف مره ايه مره تانيه. اوكي، اقول لك الكاش. فاقول لك الملف انت هسميه مثلا بتاعك هيكون ايه، هقول له تيست تيست 1 دوت بي اتش بي بي اتش بي، تمام، واقول له سيف. اتعمل ملف بي اتش بي تيست 1، بس هو يبدو ان هو مش لاقي السيرفر. تمام، ماشي كده، نبقى نفتح بس الملف الأول، خلينا في الكود سبريد سكرين. لو ما جاتش برضو هضطر ان انا هرجع تاني على السايت والمانيج سايتس والبي اتش بي لير هو ده. تمام، السيرفر هعمل editing مرة ثانية. اختار ال PHP learning ال HD documents ودي select folder. ناخد دي كمان كنترول سي، طيب كنترول بي سيف. تحاول تكتب اي كود. الكود بتاع بيتش بي بكمل اول حاجه اللي هي الاوبن تاج، وبعد كده احط علامه استفهام اللي هي دي، وبعد كده اكتب كلمه بي اتش بي، وبعد كده احط علامه الاستفهام مره تانية، وبعد كده اكتب ايه بكده، وبعدين ابتدي احط ايه، احط السكريبت اللي انا عاوزه. تمام، هكتب مثلا ايكو. تمام، وجوه الايكو دي هبتدي اكتب التست مثلا، مرحبا مرحبا بكم في عالم البيتش بي اتش، واقف البي بسمي كولا. تمام، كنترول اس. تمام، لو ضغطت في 12 ولحت المفاتيح هنشوف هيجيبنا فين. بصوا كده يا جماعه، جبنا على ال يعني سيبك من اللي هو طالع هنا دلوقتي، معرفش هو طالع ليه كده مش كده، بس هو دلوقتي لما ضغط في 12 جابني على ال على كروم، وجابني كمان على الصفحه، وكتب لي مرحبا بكم في عالم ايه البي اتش بي. تمام كده، زي ما كتبتها فين في الايه.
المهم دلوقتي هو شغال دلوقتي على اللوكال سيرفر عندي، تمام، ومديني بريفيو، تمام، ومديني الصفحه اللي انا ايه شغال عليها. طيب لو انت عاوز تختبرها بشكل تاني، فانت بتكتب لوكال هوست، لوكال هوست، وبعد كده بتكتب الفولدر بتاعك اللي هو كان اسمه ليرن بي اتش بي. ليرن بي اتش بي، تمام كده، وتضغط انتر. كان اسمه ايه بس عشان برضه مش صح، بي اتش بي ليرنينج، سوري، ليترسي، بي اتش بي ليرنينج، كنترول في بي اتش بي ليرنينج، تمام كده. لو انت ضغطت عليه هيجيب لك ده شكل المجلد اهو، تمام كده، وهتلاقي فيه الصفحه اللي هي اسمها تيست بي اتش بي. لو ضغطت عليها وهو نفذها هيديك نفس النتيجه، يبقى انت كانك وصلت للموقع يا اما عن طريق دريم ويفر اللي هو هنا، تمام كده، يا اما عن طريق اللوكال هوست بي اتش بي ليرنينج على تيست 1 دوت بي بي اتش بي، تمام كده، وهيبتدي يديك النتيجه بتاعت البي اتش بي. يبقى هو كده بص لصفحه البي اتش بي اللي عندك ونفذ فيها الكود دوت اللي هو علامه التاج، تمام، مع علامه الاستفهام وبي اتش بي، وادي جمله البي اتش بي، وبعد كده هو نفذها. تعال نحط جمله ثانيه ايكو، وفي الايكو عندك هتكتب مثلا مصطفى عبد القادر الزا واي دي برمجه ويب واب، تمام كده، وتدريب وتدريب وتصميم اوكي، تمام كده. واروح جاي في البي سي مي سيمي كولا مره ثانيه، كنترول اس واف 12 من لوحه المفاتيح، هتلاقي عندك اهو اول حاجه اللي هو مرحبا بكم في عالم البي اتش بي، وبعد كده لزق فيها ليه الكلام دوت، عشان طبعا احنا لسه ما حطيناش اي اكواد، اي اكواد ثانيه، وهو بينفذ الاكواد مباشره واحده ورا الثانيه، تمام كده. ممكن تيجي هنا في الحته دي وتعال نكتب ايكو. ايكو عباره عن جملتين تباع، واكتب الكود ده اللي هو بي ار تاج، وهنشوف هينفذها ولا لا. كنترول اس واف 12، هتلاقي فعلا فصل ما بين الصفحتين اللي هم دول، مرحبا بك في عالم البي اتش بي، ومصطفى عبد القادر الزويدي، برمجه ويب وتدريب وتصميم، تمام تمام طيب ممكن لو انت حبيت خد الدوائر هنا اتش تي ام ال، ار تي ال قصدي، ار تي ال، ونخلي اللانج هتبقى ار. تعال نشوف كنترول اس واف 12، هتبص تلاقي عندك الانتاج بقى اصبح بالعربي، واصبح عندك الحاجات اللي انت كاتبها طلع بالشكل ايه بالشكل. بكده نكون نجحنا يا جماعه ان احنا نعمل سيرفر محلي، ونجهز السيرفر المحلي بحيث ان هو نعمل تيستنج للملفات بتاعت البي اتش بي، ويستجيب السيرفر المحلي، تمام كده. سيبك من الضايف المعين هنا، احنا مش عارف مش راضي يعني اساسا، تعالى كده طب نشوف لها حل، تمام، ويبتدي ينفذك الكود دوت على المتصفح اف 12. انت ممكن تكتب المسار اللي انت عاوز تحطه للموقع بتاعك عن طريق ان انت بتكتب لوكال هوست اهي، لوكال هوست، وبعد كده لوكال هوست، لوكال هوست، تمام، وبعد كده بتكتب المسار بتاع المجلد اللي انت هتحطه البي اتش بي ليرنينج، بي اتش بي ليرنينج، تمام كده، وتكتب مسار الملف اللي انت عاوز توصل له تيست 1 دوت بي اتش بي، وتضغط انتر، هينفذ لك نفس الكلام دي لو انت عاوز تعملها من الدريم ويفر او عاوز تعملها من المتصفح. بكده نكون خلصنا الحلقه الاولى، وقدرنا نوصل فيها ان احنا نحط المحرر، نظبط السيرفر المحلي، نكتب كود بليت بي اتش بي وننفذه بالفعل، تمام كده. وبكده تكون البيئه بتاعت التطوير بتاعتنا اصبحت ايه جاهزه. إذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير ليه، وإذا عجبتك القناة تعمل لي سبسكرايب داخل القناة، وكلكم شاكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزايدي من قناة مصطفى الزايدي لو حاسب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.